الليل ابكي عغيابك ما ارتاح لشم ثيابك كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح لشم ثيابك نار الشوق ناطر عبوابك نار الشوق ناطر عبوابك نار الشوق ناطر عبوابك نار الشوق ناطر عبوابك يا دنيا مجراحي لم لك يا دنيا مجراحي لم يا ريتك لو تيجي يم لك الله يسعدكم غوالي انا ما راح اكمل كملوا تحت التعليقات ولاد دخيل ربكن من تعليقاتكن عن المقطع الماضي الكاميرا الخفيه اللي عملتها عرفت انكم حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات وكلياتكن عم تطلبوا اني اتابع بالكاميرا الخفيه غوالي صدقوني لو كنت عايش بغير تركيا كنت كل يوم عملت لكم مقطع كاميرا خفيه بس المشكله انه هومي تركيا صار يتحسسوا من التصوير صارت مشكلتين ثلاثه بسبب التصوير حتى انا كمان ما بتصير معي مشكله مع التراك بسبب التصوير فعم بحاول اصور باماكن السوريين فقط ومبارح رحت على مطعم ومجمع الكريم حتى اصور فيه وانا بعرف انه اغلب السوريين بحبوا الشاورما وبحبوا بطنهم وخصوصي البنات روح قلبوا الشاورما ولهيك انا بنصح اي حدا ساكن باسطنبول انه يجرب الاكل عند هذا المطعم بالذات مجمع الكريم صدقوني رح تدعوا لي المهم صورت لكم شويه لقطات من هذا المطعم وعملنا مقلب صغير بشاب عم يشتغل هنيك محمود احسن شخص بيعمل شاورما بتركيا والعالم يا رب بدخيلك ملك المحاسبه لازم مش هدول همبرجر مين طلب همبرجر؟ ما بعرف شو بدك الهمبرجر؟ لا 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 طلب محشي 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 شو محشي كوسه كوسه؟ كوسه شو ما في كوسه؟ قلت له محشي بدي قال لي فيه طيب يبرا يبرا ممكن تجمع طيب لحظه يبرا 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 ما في يبرا فريكي شو نحن جد ما في كمان؟ والله العظيم داولو والله ما في طب ما طلبنا هاي مش كعب جيبنا طيب مخلوطة كمان ما في مخلوطة عطسب حامور ما في شوربة ما في ما في غير همبرجر؟ ايه شاور موضوع غير همبرجر خلق لسه بقى ننزع كمان عملت مقلب تاني باثنين شباب كانوا قاعدين جنبنا عم ياكلوا شابين عسل اكابر اكابر فوق ما تتصوروا انا وجماعتي كنا حوالي 10 اشخاص او يمكن اكثر من 10 اشخاص كنا قاعدين عم ناكل انا قعدت جنب هدول الشباب وقلت لهم نحن عم نطلب بس ما معنا مصاري انتم رح تدفعوا بحساب عنا فانا كنت بدي اشوف ردة فعله اكيد انا كنت متوقع انه يقول لي ليش بدي ادفع وهذا الكلام فلقيت الشاب بكل ادب بيقول لي اطلب شو ما بدك انت والشباب والحساب عندي بصراحه انا انكميت اكلنا كم والشاب طعجني وروح المقلب بس للاسف على اساس ابني كان عم بيصورنا بيصور هذا المقلب بس ما كان كارث على زر التسجيل بس الصوت كان شغال بوقتها خلونا نسمع هيك كم كلمه من الحوار اللي صار بيني وبين الشباب بس لا تقلوا على الشباب حاجة عشرة انه قلنا لهم انه حساب انتم تدفعوا 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 الحساب طلع كل هدول جد؟ بالله جد؟ أكلناها كم؟ أكلناها كم؟ بدفعوا مثل ما سمعتوا الشباب تقبلوها بكل روح رياضية وقالوا لنا الحساب عندي وتحية كبيرة لهالشابين هدول وأنا بعتذر منهم أنه المقطع تبعهم ما انعرض لأنه ما تسجل وهلأ كمان خلونا نشوف المقلب اللي عملته بهالشابين بسوبر ماركت أصل اسطنبول ببرنامج سؤال على الماشي شفنا الشاب وحبينا نسأله هيك سؤال على الماشي تبعت مباراة سوريا وأستراليا طبعاً تابعتها نظامي؟ طبعاً هلا السؤال إذا بدي أسألك يا إذا بتحزره فوراً تأخذ 200 ليرة تركي حلو ماشي؟ ماشي إذا ما بتحزره بتعطيني 200 ليرة تركي إيه ماشي هلا السؤال هو أنت تابعت مباراة طبعاً بدك تقلي أسماء الجمهور اللي حضران المباراة واحد واحد
شو؟ اسماء الجمهور. الجمهور. طيب مشي. هاي 200 ليرة؟ خسر 200 ليرة، دفع الزلمة نصابي. ايش حد لك الجمهور؟ بس حي يا زلمة. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكثر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي. شفنا هذا الشاب بدنا نعمل معه مقابلة ونسأله عن برامج رمضان ومسلسلات رمضان، وإذا تابع مسلسل باب الحارة أو ما تابعه هالسنة. تابعت مسلسل باب الحارة؟ تابعناه. شو نجمان؟ الأجزاء القديمة؟ الأجزاء القديمة كلها. يعني أنت متابع نظامي لباب الحارة؟ نعم. طب بدي أسألك عن دور الممثل جمال سليمان بمسلسل باب الحارة، شلون دوره؟ دوره كان ممتاز، كثير كويس يعني. ممتاز، دوره كثير حلو؟ نعم كثير حلو نعم. يعني أنت حبيت دور جمال سليمان بمسلسل باب الحارة؟ شلون لك يعني إنسان مفضل كثير بال طيب تمثيل. تتذكر بأي جزء مثل جمال سليمان؟ والله ما عندي علم يعني، تابعته بس يعني صاير له أجزاء كثير يعني. طيب طيب إذا قلت لك إنه جمال سليمان ما مثل أبدا باب الحارة؟ عليه واحدة. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكثر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي. هلا أنا حابب أعمل شوية تغييرات بالقناة، فلهيك أنا بكل حلقة رح أسألكم سؤال، وهي أنا رح أقول سلك إنه ما حدا يزعل ويقول لي ليش تعليقي ما عم يطلع، ليش ما بطالع لي تعليقي، فأنا بدي آخذ أول 10 تعليقات وبس. وكمان في شغلة تانية، اللي عنده أي فكرة عن مقالب وكاميرا خفية أو سكتش تمثيلي يكتب لي تحت بالتعليقات هاشتاج فكرة ويكتب لي شو هي فكرته، إن كانت عن سكتش أو مقالب كاميرا خفية أو أي شيء هو بحب أنا أعمله. وطبعا الفكرة اللي رح تعجبني رح أخذها وأنفذها ورح أكتب اسم صاحب الفكرة وأعرض تعليقه. وسؤال حلقة اليوم بيقول، إذا صارت معك أو معك الكاميرا الخفية وكان المقالب مرتب تقيل، شو رح تكون ردة فعلك أو فعلك مع الشخص اللي عمل معك هذا المقلب؟ كتبولي بالتعليقات هاشتاج فعلي واكتبوا ردة فعلكم اللي انتو حاسين انه راح تصير معكم اذا صارت فيكم الكاميرا الخفية. وهيك بتكون حلقتنا خلصت اليوم، استنوني بكرة مع حلقة جديدة. شوفكن بخير، ويا رب دايما اشوفكن بخير. سلام. اذا عجبكم الفيديو حط لايك.